شو اسم سيسي؟ اسمه يعني؟ سيسي؟ بس نفتح الصف علي 12. شو اسم الكوتش تبع الفريق هلا؟ زبير. ما عنده فكرة. جبرون. اي سنه اسس الكلب؟ اي نادي؟ مش حافظها انا اكيد مش حافظها. مين حط جول تبع مارشنا ضد الصداقه بالفاينل سيريز بال 2014 خلينا نوصل للبنالتي لنربح الكاس بالاخر؟ خبريه. بيير انت على الخط؟ انا على الخط. اوكي. شو دور جيلبير دياب بالفريق؟ التيم مانجر. حافظه منيح. فالكاو مالديني مو صح جاج. ماي عم تسأليني إليه؟ ايه بيير ايه ماين عم بسألك كان روي عم تصور؟ ايه عم بيصور يا جورس ماي ما فيني ساعدك بيير استعملوا طابي ما هيك؟ الطابي بتكون مدورة ما هيك؟ نجحنا خلاص في اللون. في الكحلة في الأسود أسود تاسود الماضي الكحلة أبيض والبترولي لا الأحمر 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 هيك في مساعدة من صديق ولا لحظة فينا نتساعد بإيميل جاد عيبس مساج لجاد نسينا فورابل ميرسي شكرا أهلا وسهلا نحن من المتابعين جدا يعني لاحظت موفقين يا أخواتي وإن شاء الله لقدام ويلا بونك بيروت يلا وهذا فريق هو جزء من عائلة بونك بيروت هذا فخر لإلنا لازم على طول تتابعونا وشجعونا واللعيبة أكيد رح ينبسطوا بس شوفوا تشجيع طيعتوا أحسن نتائج بحضوركم بحضور قسم التمارين بحضور المباريات الرسمية وغير الرسمية بتشجيع كل العالم تيلعبوا فوتسال